السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موقع اسمه ريندر فورست، موقع كويس، في عمل لوجو، في عمل فيلم كرتون بسيط، في عمل ويب سايت وهكذا. دلوقتي هنشوف لو انت عايز اي لوجو سريعا هتقول له جيت ستارت. طبعا في علم عمل اللوجو، في تفاصيل كتيرة في عمل اللوجو، بس ده حاجة ايه، مجانية، حاجة سريعة. لما تكتب اسم البراند بتاعتك، تقول له create my logo. ممكن تعمل تاج لاين، ممكن تعمل description، وبعد كده هو بيبدأ يديك بعض الأشكال، بعض طريقة الظهور وهكذا. تقدر تختار الستايل اللي انت عايزه، وبعد كده هنا هو بيديك بعض الأشكال، وبعد كده بيقولك الحاجات دي هتبقى موجودة في الصور ازاي، زي موديل مقب بالشكل دوت. تمام. طب لو اخترناها مثلا حاجة بالشكل ده هيبقى زهرة كده. في أشكال كتيرة لا نهائية، وفي بعض الحاجات بيبقى فيه نماذج أكتر من لوجو بالشكل دوت، فتقدر تختار زي ما أنت عايز حاجة بالشكل دوت. ممكن تقول له كريت فروم بلانك، ويبدأ يديك حاجة فاضية وتبدأ انت تبنيها زي ما انت عايز. بعد كده بتقول له انت ان داونلود، فبيظهر لك اللوجو. تقدر تغير شكل الايقون، تقدر تغير الالوان، تقدر تغير الايقونة وهكذا لحد ما توصل للحاجة اللي انت عايزها.